مساكن المترو الحاجة الوحيدة اللي تعتبر خدمة الغلبان. المفروض اللي بيحط العربية اللي بتحط ال 95 و 90 العربيات اللي هي الموديلات عالية المفروض ده اللي يزيد. كنت بحط العربية مثلا ب 40 جنيه ب 45 جنيه كتير قوي، دلوقتي ب 90 جنيه 85 جنيه. في ناس لا مؤاخذة ما عندهاش المقدرة وعايشة على المواصلة المجنية ديت، ناس كتير ما تعرفش ايه السبب. الاقتصاد تعبان، ايه الدروس الخصوصية، الناس خايفة تصرف في حاجة، يعني شيء غريب كده. من ساعة الثورة ومن ساعة القلق دوت الدنيا برضك ما لسه ما اتحركتش. أنا ملاقي حاجة غليت مفروض ما اشتريهاش بصراحة. الأسعار ثابتة بقالها فترة، يعني بقالها أكتر من سنة وزيادة. 80 جنيه عايز تغلي على كده إيه؟ ما كيلو عنده 80 جنيه. التجارة طول عمرها حرة. الحكومة قالت في تسعيرة جبرية صح؟ لازم تفعل. التسعير لازم تفعل، مش انا اللي راقبها. والله الحكومه هي بتعمل اللي عليها، بس اهم حاجه الناس تبقى عندها ضمير. الافظع من كده الفقر فعلا مش في المدن، الفقر في الارياف في الصعيد اللي الناس ما عندهاش دخل. المفروض تنزل، معلش اعرف ان انت بتصرف كام وراتبك ادولك زياده، بحيث ان انت لا هتمشي غلط ولا هتاخد رشوه. احنا والله الصين، الصين من 3 4 سنين لما ارتفع الزيت اسعارت ازازه الزيت عندها بحوالي 9 جنيه، لو زادت شيلين كان بيبقى فيها حبس 6 اشهر للتاجر هناك. احنا هنا ما فيش الكلام ده خالص. والله ما عادتش تفرق، تعودنا على اي حاجه من ام النوم اللي هي غاليه، ولازم نوافق ولازم نرضى، يعني عادي ما في، ما عندناش اختيارات. كل يوم بسعر، ما فيش حاجه ثابته، حاجه النهارده رخيصه بكره غاليه، بعده مش مستقر. التجار في حاجات بيمسكوا في سعرها، بس بعد كده بينزلوا غصب عنه، لان ما فيش حد ايه بياخدها، لان على خدها مش عارف نبيعها بره. فتش انت التموين ترجع، بس تعمل شغلها صح. كنا زمان نسمع نقول لك ان بتوع التموين معديين، شوف الاسعار، شوف ده اسي ده غالي ده غالي، الحاجات دي الظاهر دي بقت انقطع. الرئيس بيقول استحملوا لنا سنتين، احنا مش قادرين نستعمل حتى شهر، فالناس كلها بتشد ببعضيها. طب يعني التاجر بيغلي عنده ركود، انا ذنبي ايه؟ الحكومه ماشيه زي الفل من ساعه السيسي ما ركب، ربنا يعليه ويخليه، بس اهم حاجه يخلي باله من الناس الغلابه. بعد الثوره والجو هادي مفيش حركه، حتى الحلاوه بتاعت مولد النبي مفيش زبون واقف عليها، لا فكهاني شغال ولا خضري شغال ولا اي سلعه شغاله. في بعض المحلات قفلت من قله البيع والشراء.